بعيدا عن الأضواء ومن خلف الكواليس، توصلت تركيا وأرمينيا إلى اتفاق يقضي بتطبيع العلاقات الثنائية بينهما. مباحثات تمت برعاية سويسرية أسفرت عن التوصل إلى تقدم حقيقي وتفاهم متبادل. اللافت للانتباه أن الإعلان الذي جاء في وقت متأخر من ليل الأربعاء عبر صفحة وزارة الخارجية التركية يسبق كلمة من المتوقع أن يوجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الذكرى السنوية للمذابح التي يقول الأرمن أنهم تعرضوا لها في 24 من إبريل نيسان عام 1915 على يد العثمانيين الأتراك، التي أدت إلى مقتل أكثر من 1.5 مليون أرمني. تعرف الإدارة الأمريكية مدى مخاطر انعكاسات لفظ كلمة إبادة على العلاقات الثنائية، وكان واضحا أن تركيا أرادت استغلال الفرصة التي منحها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمواجهة ماضيها، وبالتالي كان متوقعا أن تعلن أنقرة عن إحراز مثل هذا التقدم في العلاقات مع يرفان، لكنه سيبقى ما اتفق عليه غير كافي بالنسبة للإدارة الأمريكية. فتركيا تطرح عدة مقدمات لتطبيع العلاقات الثنائية، مشترطة بأن تتخلى أرمينيا عن اتباع سياسة الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن، وتقوم بتسوية نزاع في قاراباغ. بالطبع لن يكون سهلا إقناع الشارع التركي بضرورة تطبيع العلاقات مع أرمينيا ما لم تتخلى الأخيرة هي الأخرى عن أحاديث الماضي. أيضا على أرمينيا القبول بتحكيم دولي لحل خلافتها مع باكو حول أقليم كاراباغ، لكن حتى ولو تنازلت كل من تركيا وأرمينيا عن بعض المطالب إلا أنه لن يكون سهلا إقناع الرأي العام في كلا البلدين بأهمية هذا التطبيع. الجدير بالذكر أن تركيا وأرمينيا لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية، لأن يريفان تطالب أنقرة الاعتراف بالمذابح التي تعرض لها الأرمن إبان حكم الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وذهب ضحيتها حوالي 1.5 مليون شخص. إلا أن تركيا لا توافق على هذا الموقف، وكانت في عام 1993 قد أغلقت حدودها مع أرمينيا تعبيراً عن دعمها لأذربيجان في نزاع قاراباغ، لكن العلاقات بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة بعض التحسن، حيث قام الرئيس التركي عبدالله جول بزيارة أرمينيا في سبتمبر أيلول الماضي، حيث حضر مباراة لكرة القدم بين منتخبي البلدين. ما لا شك في أن تركيا تسعى لتخطي الماضي في علاقاتها مع أرمينيا، لكنها في نفس الوقت تضع علاقاتها مع أذربيجان على المحك، حيث تجد أنقرة نفسها بين المطرقة الأذرية والتهديدات باستبعادها عن أي استثمارات في مجال الطاقة هناك، وما بين سندان التهديدات الدولية والأوروبية بالاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الأرمن عام 1915. بشار فهمي الحر.